خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد انطلق ارجع هي لله وانطلق بقى غير بقولك انطلق انت موفق حفز نفسك ايه بكلمة كده يعني خليك تفتكر الله هي لله انا هاني الله سبحانه وتعالى استعين يا رب عندي النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح وجهه من نفس النوم الحمد لله يعني دعاء المرض دعاء الاستيقاظ مثلا فهي النفس عجينه معاك انت بتشكلها حسب ما انت ايه تعودها والنفس الطفل تضمنه شاب على حب الرضاعة وانت في طمه ينفطم ما هيش هي الحكم عليك ما هيش هي النفس اللي هي القدر لا مش قدر دي بس بتحاول تسيطر عليك بتحاول تمشي ترتاح النفس تحب الراحه تحب الشهوات فاول حاجه انك تحاول تدير هذه النفس بشكل ايجابي وتعمل حاجه مخالفه ليها نفسك بتحب انها تصحى نفسك بتحب ان هي تنظر لما حرم الله تستمتع كويس انت تعمل ايه اقول لكم على حاجه لما جربها شخصيا نفسنا دوت اعمل ايه افتكر النبي عليه الصلاه والسلام واقف على الرصيف الثاني ده انا ايه مش ماشي وشايفني وانا بغض بصري عم حرم الله ببص كده ليه هو شايفني وانا بعمل كده شو يكون عامل ازاي؟ اهو يا رسول الله الحمد لله انا معاك اهو راجل ابو سيلو اهو نجحت يا رسول تمام فايه؟ طب انت محتاج تتخيل رسول الله شايفك ولا محتاج ايه؟ مين شايفك على طول اصلا ربنا؟ والله عز وجل فانظر يا سيدي هي لك يا رب لك يا رب احتسب من غدر وصرام ابدال الله ايمانا يجد حلاوته في القلب تجد حلاوة الإيمان هتنجح مرة وتفشل مرة لكن كل ما تنجح احتسب عند الله سبحانه وتعالى يا رب تعيني سيدنا يوسف نفسه لما قال ايه؟ لما النساء أغراب وقال يا رب السجن مما يتولاني وإلا تصرف عني كيدهن أصبرين أصبرين راح أقع يا رب أضيع لو تركتني فاستعين بالله سبحانه وتعالى والجأ إليه واستحضر نظره إليك وأنت بتقول بتمضي أمر طلوع على العهد يا رب على العهد يا سيد المرسلين فدي دايما مثال مع سواد الايه النفسيه اول حاجه قلناها قاعده الايه؟ خمس ثواني لما تيجي تعمل اذا عزمت حتى بعض الناس قال لك لا ليها ثلاث ثواني كمان في شاب كده عامل حاجه اسمها على اليوتيوب اسمها علي وكتاب حد بيشوف علي وكتاب سجلوا على اليوتيوب بيجيب كتب عالميه وكتب مترجمه بيعرضها بشكل بسيط وجميل منها يعني كتب العادات السبعه ومنها كتب جميله المفروض انت تكون اكثر درايه بهذه الامور انك انت تبني نفسك تطور عاداتك الشخصيه علشان تقدر تدير حياتك ولا القراءه اكبر من علي وكتاب اسمها اخضر 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 بس علي كتاب فيه مسحه اسلاميه ولد يعني ايه شكله متدين ويجيب لك يعني ايه ولد ده النبي عشان قال كذا يعني بيجيب لك الحاجه المعنى الغربي الحكمه الموجوده الكتب الغربيه الموجوده بيقول لك ده عندنا في السنه يقول كذا النبي عليه الصلاه فدي انا فضلها اخضر جميل جدا ما ملوش حاجه توجه معين وبيعمل حاجه ايه مفيدة جدا، في الزتونة حد يعني مسيحي بيقدم كلام جميل برضه لتطوير الناس وتنميتها. الشباب وقت وقت مش سايق وموسوعات كتب كبيرة. فدول بيروحوا يجيبوا خلاصات الكتب ويعرضوها عليك ايه؟ في حاجة بسيطة. فأنت لو كل يوم اسمع لك فيديو من دول. كل يوم اسمع لك فيديو من دول كده في مجالات تقوية الإرادة، في اكتساب العادات، وفي المذاكرة، وفي اتخاذ القرارات، وفي حاجات مهمه انت محتاجها في حياتك موجوده لغايه ما تصلحها وموجوده عندنا في السنه كتاب كيف تكسب الاصدقاء وتؤثر في الناس كيف تكسب الاصدقاء وتؤثر في الناس اكتبه برضه الكتاب ده بتاع ديل كارنيجي حد من ال يعني المؤلفين الغربيين كتاب عمل كتاب دع القلق وابدا الحياه كلها في التنميه البشريه واداره الذات. الشيخ الغزالي عمل الكتاب ده، الشيخ محمد الغزالي اسمع عنه. عمل كتاب سماه جدد حياتك. ده القلق قدر الحياه. هو جاب وخد ما فيه من حكمه وسماه جدد حياتك وجاب كله من القران والسنه. يعني كل الحكم الموجوده عند الغرب موجوده عندنا فين؟ في كتاب الله في سنه النبي عليه الصلاه والسلام. فانت لما تتصل بهذه المصادر يعني يكون انتمائك ليها اعلى. بعدين بتقول واحد غربي قال ربنا قال النبي عليه الصلاه والسلام وفي النهايه هنا عن تسع وصايا النبي عليه الصلاه والسلام بقول لكم عليهم لازم ايه تعرفوهم وان شاء الله تعملوا بيهم
نكمل كده فات شباب. انتوا قلتوا الاولويات وزعتوا، حد عايز يقول لنا حاجه بعد ما راجع وقته كده عايز يقول حاجه؟ اسم كريم، اسمك ايه؟ حمزه. حمزه بيقول انا جمعت الاعمال اللي معايا كلها مش جايب 24 ساعه. ده معنى ايه؟ يوم ناقص. يوم ناقص فعلا. في يعني ايه؟ هو واقف مع نفسه كويس، عمل ايه؟ قال ان في وقت انتقال ضايع في النص. في حاجات في هدر. في هدر. في هدر، بس الهدر في ايه بقى؟ في المولد. عارف بيفتح حنفيه؟ انا كنت اقول لك لما تيجي تفتح حنفيه اقفلها ايه؟ شويه ما تسيبهاش على الاخر. متوضى، يستخدم ميه، ما تفتحش حنفيه على الاخر. عشان بتقطع الميه. ان الله لا يحب المسرفين. ما بيحبش المسرفين. ما انت مسلم كل حاجه بس مسرف، ربنا ما يحبكش. عشان ايه؟ مسرف. مسرف الميه. النبي عليه الصلاه والسلام يقول يا سعد ها؟ لا تسرف في الماء. طب الميه كتير يا رسول الله، قال ولو كنت على نهر جاري. الاسراف ده مش في الماء، الاسراف ده عندك انت. انت مسرف. بينبه سيدنا محمد في زمنه. الميه دلوقتي مشكله الميه. هي يعني العالم كله شغلان. النبي بيرد على المحافظه على هذا النقطه. لا تسرف. حته الاسراف دي انت خدها راجل عمل لما تيجي تتوضا تستخدم الميه تعمل ايه؟ تفتحش على فكره افتحها بس وانت بتعمل كده هتفتكر رسول الله عليه الصلاه والسلام. هتكتسب عندك العادات الكبيره تيجي بحاجات ايه؟ صغيره تراكم مع الوقت تبقى عندك حاجه كبيره. حرصك على الوقت، حرصك على المياه، حرصك على عمرك. تخيل سنه مش منتظم في عمره، مش منتظم في استفاده من هذا العمر. الله وبيهدره. طيب فا ايه تاني؟ مين كتب حاجه وعايز يقول حاجه؟ النوم مليان. النوم. انا كنت بقول لك من الاعمال الرابع الجوده. ما تنام كويس تعرف تحرك كده. يبقى انت حيرم عندك، يقول عندي بكره امتحان. عايز تعمل ايه؟ عايز انام بدري. عندي امتحان. عندي بكره مقابله مهمه جدا، عندي محاضره مهمه جدا. عايز انام بدري عشان ايه؟ اروح انا مركز، صح كده؟ فالنوم عمل مهم جدا، بل عباده من عبادات. مش النوم الظاهر عباده، لا. كثره النوم يعني. لا مش كثره، اي كثره في اي حاجه غلط. انا بختصر معاك غلط. اي كثره في اي حاجه غلط، حتى لو كثره العباده. ينفع؟ حتى لو كثره العباده غلط. النبي عليه الصلاه قالوا ثلاثة، واحد بيقول يسأل عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، عبادته قد إيه؟ صلي كام ليلة قد إيه؟ سيدنا عائشة يقول بيصلي وينام، وقال تلت الليل. وقال أما أنا فلا أنام الليل. وقال آخر وأما أنا فلا أتزوج النساء. عشان ما تبقاش جانب إيه الأسرة والكلام ده ما تعطلنيش، عايز جانب الرأي بس. التالت قال أما أنا فأصوم الدهر كله وأفطر. فقال صلى الله عليه وسلم أما إني لأتقاكم لله وأخشاكم أنا أكثر واحد فيكم خشية سبحانه غير أني أصوم وأفطر وأصلي وأركض بالليل وأتزوج بالليل فمن رغب عن سنتي فليس مني من رغب عن سنتي فليس مني ما تقلتش الواحد مقصر في السنة قالت لواحد إيه؟ مأفور لا في أي أفوارة في أي حاجة مرفوضة فما بالك من أفوارة في النوم أفوارة في الترفيه مشكلتنا في الأفوارة أفوارة في الكلام يعني مسألة الإيه؟ النوم من الجو كل ما تنام كويس خد حقك من الجسم كويس تاخد حقك منه بقى إيه؟ تعب واجتهاد وتركيز إيه كمان؟ مين عنده ملاحظة تانية؟ مين بيقضي وقته أكتر؟ تقضي وقتك أكتر فين؟ خلينا نروح اسمك إيه؟ محمد تقضي وقتك خلينا نروح الشغل يعني 10 ساعات الشغل المربع يشوف هام وعادي هام ممكن يكون في الجودة أنا بجهز نفسي عشان أوفر عشان أتجوز يعني حاجة لو حاجة محيطة يعني حالة وقتية حاليا ده طوارئ لو حاجة بجهز بيها حاجة بعد كده سواء دراسة أو عمل فأنا حاجة إيه مستقبلية فهي جودة وليست خداعا وليست إيه ليست ضياعا طيب ايه كمان؟ مين عنده حب يفيدنا؟ عامل التمرين ده ويحبوا لنا وقته ايه؟ مين بيقضي اكتر من عمره في وقت مربع ضياع؟ حد لقى كده؟ كام ساعة في المربع الأخير مربع ضياع؟ حد لقى حاجة من الوقت راحة في مربع ضياع؟
أكيد.